الاحزاب دروك نموذج واحد ممكن واحد من الاغلبيه يتكلم ويدير طبيعي لان الاحزاب راه عندك بزاف الاحزاب والاحزاب مختلفه ماشي حزب واحد نهار يعطيو المغاربه الاصوات الحزب واحد راه ما غاديش يبقى شي ولكن المغاربه تيعطي يشتتوا الاصوات ديالهم شي هنا شي هنا شي هنا بزاف دير تحالف كبير ما عندك ما دير الغلب الله راه المانيا الاغلبيه والمعارضه اجتمعوا باش يديروا حزب واحد لا ما كاينش لا بين الاشخاص ما كاينش نفسيا انا ما مطلعش على نفسيه الناس ولكن فيما يظهر ما بقى والو ما كاينش اثار داخل الحكومه ولا شي حاجه ولا داخل الاغلبيه ولكن النفوس انا ما عندي اطلاع على النفوس خاصها تستمر ما بعد دابا تشوف الانجازات لان المغاربه كيتسنانوا في الانجازات الا بدينا مثلا بركان دروك ما بقاش فيها الماء تقريبا السد ما بقى فيه الماء ما بقاش يعطيهم الماء يمي غتحلي الماء لناحيه بركان والفلاح يخدموا وتلقى الخدمه الا درنا اوراش فتحنا اوراش كبيره الشعب غادي يفرح الا ما درنا والو الشعب ما غاديش يفرح ولكن يقينا ان العمل اللي غادي تنجز غادي يكون احسن ان شاء الله من كما السنوات الخمس الماضيه كانت احسن من اللي قبل منها حتى هذه غتكون احسن من السنوات اللي قبل منها علاش بغيت تحيد العداله والتنميه من القياده ديال العداله والتنميه الشعب واش غادي يتغير الشعب بين عشيه وضحاها الا فشلنا في الحكومه لا قدر الله وما لا ارى ولا فشلنا راه فشلت كلشي الاغلبيه ولكن انا مطمئن في هذا المجال ان المجتمع المغربي داير الثقه في العداله والتنميه ما انا ما تنديرش انا ما عنديش الناس الشباب درك ما تيعرفوش شنو هي الضلعه انا ما تنشوفش في الضلعه ما عنديش شوافه نطالع شنو غادي يكون ماذا لو انا ما تنفكرش كاع في ماذا لو انا غير خصني نحل المشاكل اليوم ماذا لو غدا ما تنطرحش هاد السؤالات عندي انا ما عنديش هاد السؤال وشكون اللي غادي قال لك غنبقاو حيين حتى لذاك الوقت ولا انت الان حنا ولاد اليوم تتسالونا اش نديروا اليوم وما غدا لها مدبر حكيم لا اولا الان خاص الناس يتيقوا في هذه البلاد خاصكم تعرفوا ان عندنا واحد ثلاث سنوات ولا اربعه هما اللي باقيين صعب ان شاء الله علاش 2019 المغرب غادي ينتج تقريبا 650 الف سياره دانت المكتب الشريف للفوسفات علاش يتكلموا الناس اليوم هو كيستثمر بزاف اليوم ولكن 2019 تقريبا غادي يصدر 70 مليار ديال الدراهم 2021 100 الف مليار ديال الدراهم ديال التصدير هذا هما المرتقب الفلاحه دروك كتصدر كل سنه كتزيد ب 6-7% اذا من المفروض نسبة النمو غتطلع الميزان التجاري غادي يقترب من التوازن اشنو المشاكل اللي غتبقى عندنا غادي يبقى عندنا المشكل ديال الشغل ديال الشباب هي اكبر مشكل وراه خدامين عليه والجانب الاجتماعي ان خاص محاربة الفقر ما يبقاش اذا غادي يبقى عندنا جوج المشاكل البطالة والفقر ولكن هادشي كيقتضي شنو اننا الموارد البشرية التعليم وداكشي نعالجوا الاشكالية والماء الا ما وفرناش الماء للمغرب ما يمكنش تحارب البطالة والفلاحة غتقتلها إلا ما كانش الماء ما كانش فلاحة إذن هادشي الماء خدامين فيه التعليم خدامين فيه هادشي النمو الاقتصادي غادي المشكل البطالة والجانب الاجتماعي جوج العناصر مهمين إلا بغينا البلاد تبقى مستقرة إذن في الأفق ديال 2019-2020 المرتقب أن نسبة النمو غتكبر ولكن ماشي بالضرورة الا ما اشتغلناش على البطاله لان البطاله هي كبير المشكل ديالنا البطاله خاصه الشباب اذا خاصنا نهتموا بالشباب والان عندنا برامج كثيره على مستوى تشغيل الشباب والمشكل هو المقاولات تدير مقاولات ولكن شحال المقاولات الصغيره والمتوسطه كتموت الان المراجعه ديال السيري هي مواكبه الشركات الصغيره اللي عندها مشاكل كثيره باش ما تموتش لان الا تتخلق 10 وتتموت لك خمسه الشركات اذا تضيع بزاف ديال الشغل اذا هذا راه عندنا استراتيجيه ان شاء الله خاص يتمنوا المغاربه ان صوتوا على الاحزاب باش غدا تجي تعطي الحساب
حنا غنعطيو الحساب للمواطن، وداك الوقت الا شاف المواطن انا اشتغلنا غادي يزكينا، ما اشتغلناش غادي يقولنا بالسلامه عليكم. هذا هي الديمقراطيه في هذه البلاد. ما يمكنش تقول ترجع عند المواطنين تقول له ما درت والو صوتوا عليا، ما تقدش ترجع للمواطنين. لا ما كاين لا كسكسو لا برقوق لا حتى شي حاجه، غادي نرجع للمواطنين غادي نعطي الحساب. عجبو ماشي انايا الحزب غادي يعطي الحساب. الا ما دار والو غادي يقول له بالسلامه وطبيعي.